مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم معانا ويوم جديد من ايام شهر رمضان الكريم مع زينه بطعم البيوت. يا رب تكونوا بتستمتعوا بكل دقيقه وكل ثانيه من ايام شهر رمضان الكريم. والنهارده كل سنه وحضراتكم طيبين. النهارده 20 رمضان، ايام معدوده، ايام بالفعل بتعدي بسرعه. عايزين نستثمر كل دقيقه وكل ثانيه متبقيه في هذا الشهر الكريم ونتقرب فيها الى الله سبحانه وتعالى، وربنا يتقبل منا جميعا يا رب صالح الاعمال. كل سنه وانت طيبه يا نيفين وبالصحه والسلامه. 20 رمضان الايام بتجري بسرعه. كل سنه وانت طيبه وبخير يا حنان، وكل سنه وكل الساده المشاهدين بخير. يا رب نكون وفقنا فيما فات من شهر رمضان الكريم ونعوض اللي فاتنا في الايام المتبقيه، وزي ما قالت حنان ايام قليله وينتهي الشهر الكريم ونستقبل عيد الفطر المبارك. يا رب نكون وفقنا في عرض كل لقاءاتنا وتقاريرنا وافكارنا من خلال فتره زينه بطعم البيوت اللي بتبقى مكونه من برنامجين، بنبدا مع برنامج زينه وبعد كده برنامج طعم البيوت. وفي برنامج زينه اول لقاء عندك ايه يا حنان؟ اول لقاء يا نيفين بنتكلم فيه مع مجموعه من الشباب، شباب مصري جميل جدا، ودايما الحقيقه كلنا كل مواطن مصري مخلص وشريف وبينتمي فعلا لتراب هذه الارض الطيبه، دايما بنكون حريصين على تجميل بلدنا، عايزين بلدنا دايما تظهر في احسن صوره، وخصوصا الحقيقه شبابنا، شباب مصري جميل جدا، والشباب بيلقى كل الدعم والتأييد وبيلقى يعني دعم واحترام كبير جدا في هذه المرحله من قبل سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن كل مؤسسات الدوله، وشبابنا فعلا هو يستحق وجدير بهذا الدعم. معانا مجموعه من الشباب، نماذج مشرفه، نماذج مشرقه من شبابنا، قدروا ان هم يستغلوا موهبتهم وبيسعوا لتجميل شوارع القاهره من خلال رسومات فنيه بسيطه جدا لكن قد ايه معبره وقد ايه بالفعل ليها تاثير ايجابي في تجميل الشوارع وتجميل الجدران من خلال مبادره جميله جدا بعنوان فاليتا، وهي المبادره من اسمها فهي مبادره فنيه. معانا فقره مهمه هنتعرف عن هذه المبادره الفنيه وعن نماذج الشباب المشرفه والمشرق. طبعا فكره جميله جدا، وحقيقي فعلا الشباب قد ايه بيفرقوا في فكره تزيين الشوارع والجدران الخاصه ببعض المنشات، دي حاجه جميله جدا. في طعم البيوت النهارده اول لقاء عندي، يمكن احنا الاسبوع اللي فات كنا مهتمين بفكره الصيام مع الصحه، اتكلمنا يمكن بشكل خاص عن مرضى السكر وامراض الغدد. النهارده بقى عايزين نتكلم شويه عن صيام كبار السن. كبار السن يمكن بحكم السن ممكن يبقى عندهم بعض الأمراض أو بعض الضعف في عمل في العديد من الأجهزة، فبيحتاجوا نظام معين، بيحتاجوا أدوية معينة، بيحتاجوا أكلات معينة لازم يأكلوها على الفطار أو على السحور. تفاصيل كتير هنعرفها النهاردة، خصوصا لو كان كبير السن كمان مصاب ببعض الأمراض، هنستعرضها مع بعض النهاردة ونشوف أسلم وسيلة للصيام في هذه الفترة مع هذه الأمراض إيه. لقائك الثاني ايه؟ لقاء الثاني يا نيفين هو لقاء فني جميل جدا، ودايما بنقول الفن هو مرآة للمجتمع، والفن يعتبر نوع او محور من محاور القوى الناعمة. النهارده معانا كاتبة مبدعة قدرت ان هي تقدم اعمال فنية جميلة، هذه الاعمال الفنية مستوحاة من رموز الحضارة المصرية القديمة، خصوصا هذه الاعمال من يعني رسومات فنية جميلة بتقدم للاطفال علشان نعرف اطفالنا على تاريخ وعلى حضارة بلدنا العظيمة. فقرة فنية جميلة، ويعني هذه الفقرة بعنوان زينة بوك، هنتعرف فيها على أعمال فنية مستوحاة من رموز الحضارة المصرية القديمة. أنت النهاردة لقاءاتك كلها فنية، دي إيه رأيك يا نيفين؟ الفن جميل كده بيرتقي من الوطن ومن يعني الشباب ومن الأطفال، فدي حاجة جميلة جدا. أكيد. اللقاء الثاني عندي بقى في طعم البيوت هيكون لقاء له علاقة باحتفال مصر بيوم اليتيم. كلنا عارفين إن الجمعة الأولى من شهر إبريل بنحتفل بيوم اليتيم، طبعا ده حاجة جميلة جدا، وكفاية الدعم النفسي اللي احنا بنطلبه من خلال لقائنا النهاردة. هنتكلم ازاي كل واحد ممكن ان هو يدعم اليتيم، مش ماديا فقط ولكن الدعم النفسي ده شيء مطلوب جدا ومهم جدا، خصوصا ان هو هيكون في شهر رمضان الكريم. تعالوا مع بعض بعد الفاصل دلوقتي هنلتقي ونبدأ مع برنامج زينة. مشاهدينا بنرجع مرة تانية، وزي ما دايما بنقول نماذج مشرقة، نماذج مشرفة
من بناتنا المصريات الحقيقه اللي فعلا حاولوا ان هم يكون ليهم لمسه فنيه، لمسه ايجابيه في تجميل شوارع بلدنا. وزي ما بنقول دايما انه كتير مننا ممكن يلتحق بجامعه معينه، يعني نتيجه لظروف معينه بيدرس دراسه قد تكون بعيده شويه عن اهتماماته او بعيده عن هواياته، لكن بيخلص دراسته او اثناء الدراسه كمان بيحاول يمارس الهوايه الفنيه اللي بيحبها بشكل ايجابي. وده اللي عملوه الحقيقه بناتنا الحلوين اللي فعلا حاولوا ان هم من خلال هواياتهم او مواهبهم الفنيه يضيفوا لمسه جماليه على شوارع مصرنا الحبيبه من خلال مبادره باليتا. معانا النهارده اتنين من الفتيات، معانا مريم قطب، اهلا بيك يا مريم، شرفتينا. معانا كمان دنيا الفنتي، اهلا بيك يا دنيا. اهلا بحضرتك. ومريم ودنيا في سنه ثالثه كليه اعلام في احدى الجامعات الخاصه. اهلا بيكم معانا، شرفتونا. اهلا وسهلا بحضرتك. كلموني بقى، مين تقدر تكلمني عن مبادره باليتا دي؟ ازاي اسستوها وايه الهدف منها؟ ويعني نتكلم الاول كده عن المبادره وبعدين بقى نتكلم عن تفاصيل اكتر. اوكي. بصي بصراحه، واول حاجه احنا فكرنا فيها لما كنا بنمشي كده في الشوارع او كده، فبنشوف ايه اكتر حاجه ممكن تشد الناس، يعني ايه اكتر حاجه ممكن الناس تنجذب ليها. فلقينا ان اكتر حاجه مناسبه ان احنا فعلا نجمل الشوارع من خلال الرسم على الجدران. يعني مثلا شوارع المطريه لو شفتوها دلوقتي قد ايه فعلا مليانه بهجه، والرسومات اللي فيها بصراحه بتكون شكلها حلو قوي. فاحنا ليه ما نخليش الدوله كلها تكون فيها الرسومات ديت وتكون فعلا شكلها حلو، والرسومات كمان تكون معبره. فديت الفكره جت لنا من هنا. وبصراحه احنا كنا عايزين ان احنا بقى نجمل كل الشوارع، وكمان مش بس كده، احنا عايزين اكبر عدد من الناس تشارك معانا في التجميل علشان يكون عندهم انتماء اكتر للدوله. جميل، دي البداية. أيوه. من وقت قد إيه يا مريم؟ من كم شهر؟ من احنا من بقالنا تقريبا من الترم الأول، اللي هو قد إيه؟ يعني نقدر نقول 5 شهور 6 شهور مثلا؟ تقريبا الرينج ده. طيب دنيا قولي لي، أنتوا بتدرسوا إعلام، طيب إيه علاقة تجميل الشوارع والرسومات الفنية بالإعلام؟ احنا حبينا ان احنا نعمل حاجه مختلفه وحاجه تفيد البلد برضو، وحبينا نخلط ما بين مواهبنا وما بين الفن، وبين ان احنا فعلا عايزين نعمل حاجه مفيده، وبين ان احنا عندنا الموهبه برضو بتاعه الاعلام، وان احنا نقدر نعمل ماركتنج للحاجه، وان احنا نسعى في الوي دي. فحبينا نخلط الاثنين ونعمل مبادره تفيد فعلا البلد وتعمل حاجه هادفه وتاثر في الناس كمان. احنا بايدينا ان احنا نعمل ده اكتر، مثلا من الناس تبقى عندها موهبة بس مش عارفة تستعملها في انها تعمل حاجة كبيرة او مبادرة. جميل. وكمان مريم لما ذكرت حي المطرية، يعني فعلا بنقول تحية لكل الشباب الجميل، شباب حي المطرية، لان هم فعلا بعتوا رسالة لمصرنا الحبيبة، وبعتوا رسالة لكل دول العالم قد ايه الشباب المصري، قد ايه الوحدة الوطنية الجميلة، قد ايه كلنا لما يبقى ايدينا في ايد بعض وقلبنا على قلب بعض، قد ايه الصور المشرفة الجميلة اللي ظهروا بيها حي المطرية. اعتقد يعني انتوا استلهمتوا من الروح الجميله دي، ان انتوا عايزين فعلا تعملوا لبلدكم حاجه حلوه. احنا فعلا كنا محتاجين ان احنا نعمل دوت قوي للبلد بتاعتنا. وكمان لما كنا بنشوف الرسومات اللي بره، ليه احنا ما نعملش حاجه زي دي هنا؟ يعني مثلا ايطاليا الشوارع بتاعتها كلها مليانه رسومات، فبصراحه احنا كنا حابين ان احنا نعمل حاجه زي دي لمصر هنا، وان الناس تتصور وتكون مبسوطه كده زي ما بيخرجوا بره وبيكونوا مبسوطين بالرسومات اللي بره، فيكونوا كمان مبسوطين بمصر هنا. طيب بداتوا بايه بقى يا دنيا؟ قولي لي كده، يعني بداتوا بجدار ايه؟ هل جداريه معينه، حائط حاجه معينه بداتوا بيها؟ احنا اول حاجه بدانا بيها عملنا ايفنت للاطفال. طب احنا ليه اخترنا الاطفال بالذات مع ان هم مش التارجت اودينس بتوعنا؟ احنا بدانا بيهم لان اي حاجه عايزين نبني فيها فكر او انتماء بنبدا طبعا بالبذره اللي هم الاطفال عندنا. فعملنا ايفنت كان في ميريلاند، خلينا الاطفال ترسم وخلينا الاطفال تلون، وعرفناهم ايه الفكره اصلا بتاعتنا، وخليناهم يرسموا حاجات ليها علاقه بمصر وحاجات ليها علاقه بقضايا مهمه في الوقت ده. وفعلا خرجوا من الايفنت هم واهاليهم عندهم فكر مختلف تماما دلوقتي عن الرسم على الجدران والتجميل والرسومات وكل الحاجات دي. فده كان اول حاجه عملناها خالص. تمام. تاني حاجه عملناها كان ايفنت اللي هو في الجامعه ارت اتاك، ده فعلا رسمنا بقى على لوحه كبيره. كانت الرسمه ليها معنى، كانت المعنى بتاعها ان
هو احنا كنا عايزين نظهر الجانب الاعلامي مع الرسم، فاحنا الرسمه بتاعتنا كانت الرسومات المصريه القديمه، وكمان كان معاها اللي هي الجزء التقليدي بتاع الاعلام اللي هو الشاشات اللي احنا عملناها، وكان كل شاشه بتعبر عن حاجه، ودوت السلوجان اصلا بتاع المشروع بتاعنا اللي هو الكل رسمه حكايه، فاحنا كل رسمه بنعملها بيكون ليها حكايه مختلفه. ودوت كان تاني ايفنت احنا عملناه كان في الجامعه، وخليناه في الجامعه علشان كل الناس تشارك فيه معانا، وفعلا الناس كانت مبسوطه جدا بيه يعني. وفعلا في ناس شاركت من بره الجامعه، يعني احنا عملنا ماركتنج على الايفنت ده، وفي ناس جت شاركت من بره الجامعه وقعدت ترسم معانا وتلون، والايفنت كان لذيذ قوي. يعني انتوا هترسموا على الحوائط او على الجدار نفسه، ولا هترسموا مثلا على لوحات معينه واللوحات دي تنقلوها وتلزقوها يعني على جدار؟ لا يعني لا، الرسم هيكون على ايه بالظبط؟ على الجدار ذات نفسه، الجدران. احنا هننزل الشوارع ونشوف الجداريات اللي محتاجه تتجمل، يعني في حاجات بتكون فيها كلمات موسيقى بقى مكتوبه او شخبيط مرسومه على الحيطان او كده، لا احنا عايزين نغير كل دوت، وان احنا نعمل رسومات فعلا تكون شكلها حلو. انت مثلا تكوني نازله كده الصبح مبسوطه اللي هو شكل الشوارع يكون شكله حلو. ده نوع من انواع التلوث، التلوث البصري دوت، يعني ده نوع ومشكله كبيره جدا محتاجين فعلا ان احنا نحلها، لانه فعلا النظر لمشاهد جميله لمناظر حلوه ده بينعكس بشكل ايجابي على نفسيه الانسان. وما نستهونش ابدا بمبادره بسيطه جميله زي بتاعتكم دي، بالتاكيد هيكون ليها تاثير ايجابي حاليا وفي المستقبل كمان ان شاء الله. لكن انتوا لسه ما بداتوش على اي جداريه في يعني على ارض الواقع؟ على ارض الواقع يعني. لا بصراحه احنا لسه، بس بعد العيد على طول ان شاء الله احنا عندنا مبادره، وهتكون وزاره الشباب معانا ان شاء الله، هي اللي بتدعمنا، لان احنا خدنا اصلا الرعايه الشرفيه منهم خلاص. وبس، وان شاء الله هننزل بقى على ارض الواقع فعلا نرسم على الشوارع في الشوارع. تمام. طيب هل في مجموعه من الاصدقاء انضموا ليكم مثلا بعد انتوا ما بداتوا الفكره، بداتوها انتوا الاثنين مع بعض وبعدين انضم ليكم عدد من الاصدقاء والزملاء في الجامعه؟ لا احنا بداناها اصلا جروب في الجامعه، احنا 21 قررنا ان احنا كلنا نعمل الفكره دي، وبدانا كلنا نشتغل عليها مع بعض. كويس، تمام. طيب قولي لي يا دنيا، ايه الادوات اللي ممكن تستخدموها مثلا الخامات في الرسم؟ هل هتستخدموا الالوان المايه العاديه بتاعتنا، ولا كل مثلا جدار ليه انواع معينه من الالوان هتستخدم عشان تبقى ثابته؟ طبعا بتبقى دهانات معينه، يعني دهانات للحيطه، وفعلا خدنا سبونسر بقى معانا هو بيدعمنا بالدهانات وبالادوات، وبنبدا بقى بيمولنا بالحاجات دي وبنبدا نرسم بيها على الحيطان او على الحاجه اللي احنا هنعملها. بس طبعا دهانات يعني علشان تكون ثابته على الحيطه، وان هي عوامل الجو وما تتاثرش باي مؤثرات خارجيه. لكن لو الوان ميه فهي مش هتكون ثابته طبعا. لا ده انا بقول على سبيل المثال يعني انا بقول يعني اي الوان، يعني الوان مختلفه اكيد، خامات كتيره وخامات مختلفه من الدهانات او من الالوان هي اللي هتستخدم عشان تبقى ثابته على الجدران دي. طيب هل حاطين تصميمات مثلا لرسومات معينه، ولا لسه هتشوفوا المكان وتشوفوا المكان ده مثلا في منطقه ايه، معبر عن تاريخ معين، معبر عن حضاره معينه؟ هو زي ما قلنا لك ان السلوجن بتاعنا اصلا لكل رسمه حكايه، فاحنا ممكن فعلا ننزل من المنطقه ديت ونشوف هل مثلا كان ليها قصه وكان ليها تاريخ قبل كده. أيوة، ونبتدي ان احنا نعبر بدوت علشان نخلي كمان الاجيال اللي جايه تكون عارفه. أيوة، القصص ديت يعني في ناس كتير ما بتكونش فاهمه الحكايه دي ايه او المنطقه دي قصتها ايه، فاحنا ممكن ننقل لهم دوت من خلال الرسمه على الجدران اللي احنا هنعمله ان شاء الله. هنعبر بيها عن الرسم بقى. هتدرسوا ده، محتاج بقى تدرسوا يعني عايزه اقول ايه، المكان الجغرافي مثلا بالظبط، والتاريخ بتاعه، وبنختار فكره بالديزاين بتاعها هيبقى عامل ازاي وبالرسامين، وبنبتدي نحط اقتراحات كتير الرسومات، وبنبتدي بقى نختار منها الاحسن واللي هيناسب المكان دوت. طب هل انتوا معاكم في المجموعه بتاعتكم مثلا حد يكون في كليه تربيه فنيه او متخرج مثلا من فنون تطبيقيه، حد متخصص بقى في المجال الفني ده يعني؟ لا بصراحه احنا كلنا اعلام، ولكن احنا بنستعين بناس من بره. يعني الايفنت الاخير احنا جبنا حد اصلا هو كان متخصص في مجال الرسم على الجدران، بصراحه هو ساعدنا جدا بالظبط. واحنا كمان احنا ما عندناش مشكله ان اي حد ينضم لينا، وان الناس تشارك زي ما قلت لك في البدايه، ان احنا اصلا فكرتنا قايمه على المشاركه، احنا عايزين اكبر عدد من الناس تشارك، الناس كلها تكون بتدينا افكار، الناس كلها تقول لنا على الافكار بتاعتها ايه، ويكون حاجه فعلا افكار وتنفيذ برضو بالزبط. لانه يعني اعتقد في امور طبعا الهوايه او الموهبه مهمه، لكن الدراسه كمان اللي بيبقى عنده هوايه وبيثقل هذه الهوايه او الموهبه بالدراسه، ممكن التنفيذ على ارض الواقع يكون يعني افضل، او يساعد ويساهم معاكم بشكل ايجابي كبير جدا يعني. بالظبط فعلا.
فعلا في ناس بتدينا بتورينا اقتراحات للرسومات وفي ناس فعلا بترسم بقى على ارض الواقع معانا. وحتى الايفنت اللي احنا عملناه الناس هي اللي كانت بتشارك اصلا في الرسم نفسه وناس كانت بتشارك في التلوين. فاحنا ما عندناش مشكله ان الناس تنضم للتيم بتاعنا وان هم فعلا يفيدونا بخبراتهم. اكيد. طيب انتوا قلتوا وزاره الشباب والرياضه كمان بتدعمكم، طب قولي لي يا دنيا يعني الدعم جه ازاي؟ انتوا ازاي تواصلتوا مع وزاره الشباب والرياضه؟ احنا حبينا ان احنا ناخد استفسه قانونيه، وان احنا طبعا التصاريح والحاجات دي علشان تتاخد بتاخد وقت طويل قوي وبتبقى فيها صعوبه. فقلنا هناخد يعني هيئه حكوميه وقانونيه، فاخترنا ان احنا نبقى مع وزاره الشباب والرياضه عشان هما كمان بيتعاملوا مع نفس التارجت اودينس بتوعنا. فخدنا استفسه ان احنا بدانا نكلمهم وعرضنا عليهم الفكره بتاعتنا واحنا عايزين نعمل ايه بعدين، وفعلنا خدنا الموافقه خلاص. وان شاء الله بعد العيد هنعمل ايفنتات بتاعتنا وهنختار كذا منطقه وكذا حي نبدا نرسم فيهم الرسومات بتاعتنا. وفي دكاتره كمان في الجامعه بصراحه هم اللي ساعدونا ان احنا نوصل لهم، هم اللي ادونا اصلا رقم حد وكده هناك وتواصلنا معاه وخدنا فعلا الرعايه الشرفيه خلاص من الوزاره. كويس، برافو عليكم، برافو. لا انا بحييكم، انتوا نماذج مشرقه فعلا يعني من بنات مصر اللي فعلا قلبهم على البلد وعايزين فعلا بلدهم دايما تظهر بشكل جميل وبصوره مشرفه. لكن لسه ما اخترتوش هتبداوا فين؟ يعني ما فكرتوش مثلا هتبداوا في حي من الاحياء القديمه زي مثلا شارع المعز لدين الله، المناطق دي اللي تعتبر هي لوحدها يعني متحف مفتوح زي ما بيقال، ولا عايزين تبداوا باحياء حديثه، احياء مختلفه؟ هو احنا بصراحه كنا محتارين في الحته دي شويه. فاول حاجه قررنا ان احنا نعملها ان احنا نعمل سيرفي وهنقدمه على الناس وان هم يقولوا لنا رايهم. برضو احنا ما كناش فاهمين قوي يعني هل دي فعلا ارائهم الحقيقيه ولا لا، فقررنا ان احنا ننزل على ارض الواقع فعلا وان احنا نعمل انترفيو مع الناس في الشارع. وفعلا سالنا الناس ايه اكتر مناطق مثلا تحبوا ان احنا نرسم فيها او كده. كان في ناس بتقول ان احنا نرسم في مصر الجديده، وناس كانت بتقول احنا نرسم في الزمالك، وكان في بصراحه اقتراحات كتير كويسه قوي. فاحنا دلوقتي واخدين كل الاقتراحات دي وبنتشاور فيها كتيم ايه اللي ممكن يكون مناسب ان احنا فعلا ننزل فيه. صحيح، لانه فعلا مصر فيها يعني شوارع تاريخيه ومناطق تاريخيه رائعه جدا تخلي الواحد محتار يعني. هي لوحدها وكانها معرض وكانها متحف مفتوح على ارض الواقع. طيب هل في مناطق مثلا يعني لازم برضو نبقى عارفين انه في مناطق الى حد ما زي ما قلنا فيها نوع من انواع التلوث البصري، المناطق هناك ما فيش اهتمام كافي بالجدران، هل دي ممكن تبداوا بيها الاول على اساس يبقى في مساهمه ويبقى ليكم لمسه ايجابيه فعلا وجماليه في المناطق دي؟ ما احنا حابين فعلا ان تبقى اول رسوماتنا ان تبقى في مناطق شعبيه او مناطق فيها التلوث البصري عالي علشان نغيرها، يبقى في فرق يبقى واضح، في تغيير واضح فعلا. بالظبط. فلسه بنتشاور يعني في الموضوع ده احنا والتيم بتاعنا وبرده مع الوزاره وبنختار الاماكن. ودي اصلا فكرتنا يعني احنا عايزين نبتدي اول حاجه بالاماكن دي، لان احنا لو ابتدينا بمكان اوريدي هو كويس وما فيش مثلا حيطان بتاعته متجمله او في تجديد او كده بالظبط، لكن احنا عايزين نعمل دوت للناس اللي هو في المناطق اللي ما بتكونش احسن حاجه علشان يكون الشكل احسن، وكمان ندي بوزيتيف انرجي للناس اللي هم يشاركوا معانا. احنا ساهمنا في تجميل حاجه زي دي من ده لده، فانتوا كمان تقدروا تشاركوا معانا وتكونوا معانا سبب في تغيير منطقه زي دي. صحيح. وانا يعني اعتقد يا مريم توقعاتي ان انتوا اي منطقه شعبيه هتتواجدوا فيها اعتقد هتلاقوا مسانده كبيره جدا من الناس هناك من سكان المنطقه، لان دايما يعني الشعب المصري او المواطن المصري بشكل عام لما بيلاقي في حاجه ايجابيه بيساهم وبيساعد وبيتحمس جدا ان هو يشارك في هذا التجميل للافضل وللاحسن يعني. اكيد احنا فعلا لما نزلنا كان الناس فعلا متحمسه قوي ان هم يكونوا معانا، فدوت اللي اصلا خلانا ان احنا نكمل في المبادره بتاعتنا. جميل. طيب لو حد من اصدقائنا دلوقتي اصدقاء برنامج زينه شايفكم وعايز يتواصل معاكم من الشباب الجميل يعني يتواصل معاكم ازاي؟ احنا لينا بيدجات على الانستجرام وعلى الفيسبوك وعلى التيك توك باسم الحمله بتاعتنا باليتا. جايه باليتا كده من حاجه فنيه، حاجه فيها الوان، حاجه هي باليتا الالوان. لا فكره جميله جدا، انا سعيده بيكم جدا ويعني بتمنى المبادره دي ان هي تنجح وتتوسع، ومش بس ما نبقاش في العاصمه بقى، بس ما نبقاش في القاهره، نحاول يعني نخرج للمحافظات الثانيه، لكن طبعا لسه هتاخد وقت شويه. بنسعى فعلا ان احنا نعمل دوت ان شاء الله، بس مع الوقت بقى والتصاريح والحاجات دي. اكيد.
اكيد في تصريح لما هتبداوا تلونوا على اي جدران هيبقى في تصريح مثلا من المحافظه من الحي يعني ما هي الوزاره هتساعدنا برضه لانه الالتزام بالاجراءات القانونيه دي حاجه مهمه برضه ده اكيد عشان كده اول حاجه فكرنا فيها ان احنا يكون في جهه قانونيه فعلا حكوميه هي اللي بتدعمنا فاول حاجه فكرنا فيها ممكن تكون ايه هي كانت وزاره الشباب والرياضه ان هم يكونوا معانا بصراحه تمام. عشان نقدر ان احنا ناخد كل التصاريح بعد كده بشكل اسهل صحيح صحيح اكيد بس. في حد من وزاره الشباب والرياضه تقدروا ترجعوا له وتستشيروه في الجانب القانوني في الاجراءات القانونيه عشان فعلا زي ما بنقول عايزين نجمل بلدنا برسومات فنيه جميله ولكن بالشكل السليم والشكل الصحيح انتوا شرفتونا ونورتونا وانتوا يعني نماذج مشرفه ومشرقه من الفتيات الجميلات ويا رب المبادره بتاعتكم دي تتوسع وتضم يعني الالاف والالاف من شباب مصر مريم ودنيا شرفتونا ونورتونا شكرا حبايبي اسعدتونا جدا مشاهدينا هنطلع فاصل ولكن هنرجع مرة تانية وما زلنا متواصلين مع حضراتكم مع الفن وزي ما بنقول الفن دايما يعتبر محور من محاور القوة الناعمة الفقرة القادمة هيكون معانا فنانة مبدعة قدمت مجموعة من الرسومات الجميلة مستوحاة من الحضارة المصرية القديمة فاصل سريع ونرجع مرة تانية ونواصل لقاءنا